صباح الخير للجميع. طبعا الحكي مثل يشوف دراي فلاي ستاي. رايحين اليوم على نابليون التيكتس جاهزين ذكرنا، وعندنا هنا الخارطة عشان نلففكم لفة. رح نظل في نابليون من الساعة 9:30 صباحا، رح نطلع من أثينا ورح نوصل هناك بعد ساعتين تقريبا، رح نبقى حتى تمام الساعة 8:30 مساء. يعني يوم حيكون حافل، يوم خرافي، وتعالوا معنا على نابليون. إلى مدينة نافليو. مدينة نافليو مدينة مليئة بالحضارة والتاريخ، وأيضا مليئة بالكثير من السلالم. خلينا نشوف كم درجة اليوم رح نمشي. How many stairs we gonna climb. نافليو كانت هي العاصمة الأولى لليونان بعد الاستقلال. يعني لو كانت اليوم هذه العاصمة، ممكن حيكون عندها حساب انستغرام ضخم جدا. خلينا نشوف ونستمتع بمدينة نافليو. طبعا اليوم راح نعد 999 درجة. هذا الدرج اللي هون عبارة عن 999 درجة. انا شخصيا تعبت تعبت قبل ما ابدا. كل درجة نصعدها بيختلف الفيو، بيختلف المنظر، وبتحس حالك في مكان كليا مختلف. الدرج المعمول هو عبارة عن 999 درجة. تخيل طلعنا الآن عبارة عن 5 درجات. شوف الاختلاف في الفيو. مدينة رائعة جدا، إنها نافليو الجميلة. إنها نافليو الجميلة. بعد كل هالدرجة اللي طلعناه، أكيد لازمها استراحة، لازمها حاجة تكون فريش وصحية. خلينا نكمل، باقي لنا 999 درجة. شو طلعنا منهم؟ طلعنا منهم 100، باقي 800. درايف فلاي ستاي، والحكي مش زي الشوف. يا جماعة الخير، حقعد روح اجيبوا 700 درجة اللي بقيوا وبستناكم. واو. تقريبا صرنا 400 درجة، 450، 500، طلعت. امتى هنخلص؟ مش مهم، المهم كيف بدك ترجع. انها نابليو الجميلة. طبعا مع كل درجة بتصعدها في مفاجأة، في حاجة مختلفة، وفي مكان تستكشفه مليء بالحكايات، مليء بالأماكن اللي التاريخ لو بيعيش وبيحكي يعني بيحكي لنا عنها قصص لا تعد ولا تحصى. وصلنا إلى القمة. المناظر هنا مذهلة وجميلة، ولكنها مرتفعة جدا، فلنبتعد عن الحافة.
إنها قلعة بالاميتي 999 درجة. تمام؟ هو الكمال. خلينا نستكشف القلعة مع بعض، وأتمنى لكم ما تطلعوا كل الدرج لأنه جداً مرهق. عايشك. من قمة قلعة باليميدي في نافيو. هذه القلعة علشان توصلها لازم تطلع 999 درجة. الوضع اللي وصلت له مش طبيعي. طبعا لازم أخذ استراحة من الرياضة لمدة أسبوع، لأنه هذه الرياضة اللي عملتها اليوم تكفي عن شهر. باليميدي نافيو تستحق الزيارة. بقمة هذه القلعة في عدد كبير من هذه الغرف اللي كلها مصممة بنفس الحجم نفس الشكل. الغرف ممكن تكون كانت لتخزين السلاح، لتخزين المونة. قاعدين نستنى في صف طويل عريض عشان ندخل على سجن كولوكوترونيس. كولوكوترونيس هو عبارة عن قائد يوناني حارب الأتراك من أجل التحرير، وبالآخر هم حبسوا. قصته قصة. كان الدخول مجاني في قلعة بالاميدي، واستغلينا الفرصة وتجولنا فيها ودخلنا على أماكن جدا مميزة. سجن كولوكوتروني من أقدم السجون وقصته جدا معروفة، ابحثوا عنها. اليوم راح ندخل معكم الآن في الداخل عشان نفرجيكم كيف هو من جوا. واو، الرطوبة مش طبيعية. طبعا هنا يا جماعة الخير الغرفة جدا كتير. يعني تخيل الكآبة اللي دخلت تدخلها، تخيل الإنسان اللي كان عايش فيها لمدة شهور ولا سنوات. لا إله إلا الله. فكتبيني تبارك الله. طبعا هون من داخل غرفة كولوكوتروني في سجن كولوكوتروني في قلعة بالاميدي في نافيو. غرفة تاريخية قصتها قصة وحكايتها حكاية. القلعة كيف بنوها؟ مين البني آدم اللي بنى هالقلعة؟ تذكر ابني القلعة تعب بالتفكير، فما بالك في اللي بنى القلعة؟ Thank you.
سور من أسوار القلعة، اللي هذا السور بيطل على البحر، وكان هنا في اللي هو المدافع أو فوهات المدافع اللي كانت تنحطم هنا عشان يضربوا أي سفينة تقترب من هالقلعة المحصنة. يعني لازم تكون خارق متفجر، لازم تكون يعني سوبرمان عشان تطلع 999 درجة ويكون عندك القوة بعد هيك إنك أنت تحارب. بعد ما وصلنا للقمة لازم ننزل، وهذه أحلى شعور بالدنيا إنك أنت توصل للقمة وتحصد نتائج تعبك. يا جماعة الخير، الطلعة والله ما هي صعبة، أصعب إشي بالدنيا إنك تنزل كل هالدرجات 999 درجة. بتنزل توصل لمرحلة خلال بعد 200 درجة من النزول، توصل لمرحلة إنه رجليك يرجفوا، الكل نازل كأنه معاق. أنا بقول مالهم وأنا طالع، لا عرفت ليش. إنها نابليو الجميلة، إنها قلعة بلاميدي الجميلة. بعد ما تسلقنا 999 درجة في قلعة بلاميدي وشفنا سجن كولوكوتروني، راح نتجول في أسواق وزقاق مدينة نافليو، مدينة قديمة رائعة جدا، تحكي لك عن التاريخ، تحكي لك عن أول عاصمة لليونان بعد الاستقلال. حطينا البرنامج، حطينا رقم كثير. خليك لحيات صوري هاش وغالي، خليك لحيات صوري دكتور. بالتركي مكتوب طبعا على زمن الحكم التركي في اليونان، اللي كان ماء سبيل هون اهملوها، وكيف شايفين اشعر خراب مكتوب عليها باللغه، طبعا الاحرف العربيه الكلمه اللي تقدر تفهمها اللي هي سبيل او حوض، حوض رسول الله. جميل على فكره. هنا ساحة السدقمة، مكان رائع لالتقاط صورة مثالية للإنستغرام أو لهلا فيك. إحنا الآن طبعاً في المدينة القديمة، شوارعها مرصوفة بالحصى، مليئة بالذكريات ومليئة بالزقاق أو بالأزقة. إن شاء الله مواضيع، لأن أنا بالاتجاهات بالمرة. الحكي مش زي الشوف. جاهزين للماكلة، جاهزين للأكل. نيكوس اللي نين دينيا سكاليس ها؟ نبكيش. إيه تاني بريد الكلام.
θέμα είναι γυρνώντας είναι το θέμα. Ναι. Τα πόδια μου άρχισαν να χορεύουν τη μόνη του. Γεια σας. Να καλά. Φίτα Ιουνανία, Greek salad. طبعا هنا عبارة عن مخلل سمك مخلل معمول بالخل وبالليمون. طعم يا جماعة الخير. تمت العملية بنجاح، تم المسح والكسح والتنظيف. طبعا وصل الحكي الرسمي، الحكي مش زي الشوف. بعد السمك بدأ كيف تحلاية. بعد 999 درجة هذه آخر درجة. على فكرة باهي، خليهم يجيبوه. قديش تعطي الماكلة من 10؟ اوكي، طبعا السلطة سلطة، سلطة بدهاش 10 من 10. اكسيداتو، هذا الاكسيداتو اللي هو طبعا بالعربي استيروا شوية يا جماعة الخير، هو عبارة عن مخلل سمك بالخل والليمون. هذا بالنسبة لي 10 على 10. السمك المشوي نعطيه 9.5 عشان ما كانش منظف منيح. وبالنسبة للحلو اللي كان على حساب المحل بنعطيه 8 من 10، لأن الكمية صغيرة قلت لهم جيبوه ما جابوهوش. أكل كان مجنن، 10 على 10، وكل شيء تمام التمام. Το πρόγραμμα είναι λοιπόν μισή ώρα, σε κάθε μισή ώρα μπορείτε να πιείτε, σε μισή ώρα μπορείτε να πιείτε. Κάθεστε και όλη την υπόλοιπη μέρα μέχρι τις 8 παρατέρα των Θαλιστήρων. Όποιο καραβάκι βρείτε απέναντι, περνάτε. Ναι, ναι. Είστε ήδη εισιτήρια. Δεν χρειάζεται. Εισιτήριο είναι απόδειξη. Το καραβάκι είναι ενός, δεν υπάρχει. Όποιο βρείτε, έρχεται. Να είστε καλά. Ανακολάρια. بعد ما عملنا جولة رائعة في المكان في مدينة نافليو، الآن نأخذ القارب وبطريقنا إلى جزيرة بورزي أو بورزي. هي جزيرة صغيرة وممكن تكون أصغر جزيرة، فيها متحف، مكان جميل رائع جدا، راح نروح نزوره. وبنأكد لكم إنها نافليو الجميلة، والحكي مش زي الشو. درايف فلاي ستي. طبعا الان في القارب في طريقنا الى جزيره بورزي او بورزي، وان شاء الله ما نوقع في الماء لاني انا ما بعرفش اسبح بالمره. نص ساعة عشان نستكشفها مع بعض إن شاء الله. Δεν είμαι τώρα.
المتحف اللي فيها اليوم متحف مفتوح مجاني برضو. والله بوبلاش، احنا بنحب البوبلاش. على قلت اهلنا في تونس بوبلاش، البوبلاش بيجنن، اللي ببلاش كثر منه بالفلسطيني احنا بنقول. تمام. يلا تعالوا معنا نستكشف المتحف التاريخي لجزيرة بورزي. غبرة غبرة، تاريخ تاريخ. هذا بيت الأميرة، ما أنا بعرف يعني أميرة، أمين الأميرة، أني أميرة كنو. طبعا جزيرة بورزي يا جماعة الخير هي جزيرة كانت تستخدم للدفاعات البحرية عن مدينة نافليو. جزيرة جدا رائعة ومميزة، تحس فيها انك انت تكون في وسط البحر في هذا المكان الجميل، يعني شعور لا يوصف. حتى عام 1940 كانت تستخدم كفندق سياحي لشهر العسل وللناس اللي بيكونوا يعني جايين يكيفوا وينبسطوا. كيف احنا عملنا لكم الصورة اذا نزلناها قبل شوي، الفيديو اللي شفتوه قبل شوي اللي هو من احد الصور اللي كان فيه احد الاميرات اللي بيحكوا عنها، ولحد الان ريحه الغرفه حلوه لانه برشوا العطر مش لانه الاميره تركت عطرها فيها. تمام. واخر شيء بدي احكي لكم اياه انه هذه الجزيره اليوم بيتم استخدامها فقط لاستضافه المهرجانات الثقافيه والاحداث الثقافيه. فتخيل ان يكون عندك مهرجان ثقافي، احتفال ثقافي داخل كل هذا الجمال. انها جزيرة بورزي الجميلة. طبعا جزيرة بورزي الجميلة هذه كانت ايام زمان تستخدم من اجل الدفاعات البحرية والدفاع عن مدينة نافليو. كيف احنا شايفين هون هذا احد المدافع اللي كان يتم استخدامها لاطلاق القذائف على السفن المعادية اللي كانت تحاول تهجم على مدينة واحد ستة ثمانية وسبعين. اليوم يوم الدرج يا جماعة الخير، طلعنا درج اليوم بما فيه الكفاية للعمر كله. اليوم يوم الدرج. عشان اللي طويل احنا كلنا طوال، عشان هيك حطولنا هذا، احنا الطوال. ماشي، احنا الطوال حطولنا هذا. طبعا هذا من الاخبار اللبنانية في عام 1936 لما بورتي after the work restoration by Panayoti Kostoulos and Wolf Schaffer، وطبعا مع شراكة معهد الماني استخدم المعارض الأثرية. هذه حجم الجزيرة كاملة، حجم الجزيرة كاملة عبارة عن يعني مبنى قلعة واحدة فقط هي عبارة تشبه السفينة. هذه هي الجزيرة، تلفها بخمس دقائق يعني النص ساعة بيجي قارب. احنا ضيعنا القارب اللي جينا فيه، رح نستنى القارب اللي بعده اللي رح يجي بعد 20 دقيقة بالضبط. هيك رجع القارب عشان ياخذنا ويرجعنا على مدينة نافليو. رحلة دقائق معدودة بتوصلنا على المدينة. والآن نأخذكم على أقدم محل الآيس كريم في نافليو، أو حتى يمكن في اليونان، لأنه هذا المحل
من الألف و... واحد كستنا وواحد اناناس لنشوف. بقول لك هذا الايس كريم هنا يعني افضل ايس كريم في اليونان. خلينا نجربه. كستنا 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 زيو يانا كيانا ليه برازي. اليوم خلينا نجربه. طبعا اخذنا جيفسي الطعم فراولة مع تيراميسو. واو على فكرة تحسوا هاند ميد، تحسوا انه ايس كريم مش عادي. برضو درج في حد موصيكم عليه اليوم. طبعا هذا محفور داخل الجبل. اشي رائع جدا. بقول لك اوتيل هون. احنا رح ناخذ الاسانسير بما انه المصعد. واحد من الثلاث هم اثنين خربانين وواحد شغال. شيء رائع جدا بجد. راح ناخذ الشغال فيهم. تطلع من الاسانسير بترك الاوتيل وراك. نافيليا بالاس. طبعا هنا جزيرة فورزي. الجو جميل جدا والمكان رائع، مليء بالحيوية، مليء بالمغامرة، مليء بالجغرافيا، بالتاريخ، مليء بالحضارة، بالثقافة، مليء بكل شيء، بيعطيك شعور بالحياة. جدا المكان جميل، جميل التقاط الصور، لكن مع روعة هذا المكان أنا دائما بنسى. في كل مكان زي هيك بنسى إني كيف أصور. ففعليا الواحد بينسى يصور لأنه بيعيش التجربة، بيعيش حياته، لأنه عن جد في حوالينا جمال طبيعة، في حوالينا خلقة الرب الذي جل جلاله لا إله إلا هو. سبحان الله على هذا الجمال. أهلا وسهلا فيكم في نافليو الحكيم زي الشوف وفي قناتكم دراي فلاي ستاي. اشتراك بالقناة، تفعيل الجرس وتعليق بسيط من وين بتتابعونا وراح نرد عليكم على تعليقكم. محلى نزول، محلى شعور، محلى الراحة. واو من هون طلع هناك 999 درجة طلعناهم و999 درجة نزلناهم، يعني تتكلم عن 2000 درجة طلوع ونزول إلا درجتين، يعني 1998 درجة. طبعا هذا المكان اتصور فيه فيلم اسمه شوك شوكليت، فيلم كوري ممكن تبحثوا عنه. بالضبط هذا المكان كان الممثل أو ممثلة الكورية كان موجود هون. ونزل مكانهم ونعيني اشتغلناهم. إنها نافليو الجميلة. حان وقت التسوق، خلونا نروح عشان نشتري لنا تذكار من مدينة نافليو ليكون عنا لنتذكر هالمدينة الجميلة.
من الدرج كمان هون في درج. واخيرا وصلنا ورجعنا على اثينا. بتمنى لكم مشاهده ممتعه على الرحله اللي انا استمتعت جدا فيها. بتمنى تستمتعوا انتم ايضا بهالصور اللي صورنا لكم اياها. تصبحوا على خير.